السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث ثقة خوتنا، دائما بالجديد. اليوم عاودنا جبنا لكم لا شومبر دارك، ولكن هذه لا دوزيام فيرسون تاعها خوتنا، خدمة بزاف بزاف شابة، مخدومة اون بوا روج. خوتي قبل ما نبداو في الشرح تاعها، دائما نقول لكم ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس هكا باش نشرح لكم كل جديد، فضلا وليس امرا. ما تنساوش خلوا لنا الاراء تاعكم في لي كومونتير، هات لا شومبر اللي تناسب كامل الجزائريين خوتنا. نبداو على بركة الله نشرحها لكم. الو افتحوا معايا مليح ودنيكم وعينيكم وشوفوا مليح. نبداو على بركة الله بلو لي خاوتنا، لو لي كيما راكم تشوفوا توجور امات 90 امات 60. لو بتي دوسي لو غروند دوسي خاوتنا راهو كامل بالكابيتوني لونكادرمون اون بواروش حاجه ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا لا فينيسيون خاوتنا 10/10. بالنسبه لا كولور راهي في النوار خاوتنا، هاد لا كولور اللي حبوها بزاف ناس يحبوا في النوار، الور وفرناها لهم نظرا لطلباتهم. بالنسبه لا طاب دو نوي فيها دو تيروار، شكل خارجي تاعهم بزاف بزاف سامبل، راية تركية خوتنا اوفرتشر فاصيل كيما راكم تشوفوا، حاجة مانيفيك فيها من الفوقة قاعدة زجاجية في اللون الاسود، يعني تناسق رهيب من ناحية الديزاين من ناحية الالوان، حاجة ما شاء الله. هاريكم خيا خوتنا راية تركية كيما راكم تشوفوا، بيان بيان فيني توجور اثاث ثقة بصيلكم على لا فينيسيون وعلى لا سوليديتي وعلى حاجة اللي ما تعييكمش، يعني حاجة براتيك. يلا ننتقلوا للقطعه الثانيه واللي هي لا كوافيس خوتنا، لا كوافيس ستيل ال، هذا الستيل اللي رانا نلاحظوه ونشوفوه في بزاف في العديد من الموديل، يعني انه راه طوندونس كما راكم تشوفوا من الفوق في قاعده زجاجيه في اللون الاسود في كات تيروار. التيروار اللي هو على الجهه اليسرى خوتنا راهو كبير بزاف كيما راكم تشوفوا، راية تيرك لا فينيسيون من الداخل ومن برا، وفي تروار تيروار على الجهة اليمنى كيف كيف خوتنا، خدمة بزاف بزاف متقونة، حاجة ما شاء الله. لا كوافيس خرجت تحفة تحفة الله يبارك، بالإضافة إلى مراية كبيرة اللي راهي داية 80% لا كوافيس. نزيدو نروحو نشوفو لا كاردروب خوتنا، لا كاردروب حاجة كبيرة الله يبارك، فيها 4 بورت كوليسون، 2 بورت أبانو، 2 بورت أفيك ميروار، فلو تاعها فيها 2 سبوت يشعلو بدو حاجة ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. لو با فلي كوتي خوتنا راح نشوفوا هاد المرايات كيما راكم تشوفوا، يعني حاجة ما شاء الله. لا فينيسيون فيها 10/10 كيما راكم تشوفوا، لي سبوت يشعلوا بدو ميم، تقدروا تبدلوا من الالوان تاعهم يعني كيما تحبوا، راهي بلانسيزيون المرايا، يعني حاجة بفي البلان كيما راكم تلاحظوا فيها، حاجة مانيفيك خوتنا. وهذه هي لا كاردروب. ننتقلوا نشوفوا لي ديمونسيون تاعها والتقسيم الداخلي خوتنا. التقسيم الداخلي بزاف بزاف شباب، دلي سينجل لايبرك على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى، فيها كات ايطاجير ما بين لي طاجير ولي طاجير، راه كاين لي تسع خوتنا، فيها سيباراسيون كوتي اوم كوتي فام بلوس دو ايطاجير دو اسباس بور لا ترانك خوتنا كيما راكم تشوفوا. بالنسبه لي ديمونسيون لونغور خوتنا 2.40 خوتنا، لا اوتور 2.20 كيما راكم تشوفوا فيها، حاجة ما شاء الله. هذه هي لا شومبر دارك دو، نتمنى تكون نالت اعجابكم، واللي السعر تاعها راه بزاف بزاف شباب اقتصادي 12,800,000 مع النقل والتركيب الى جميع الولايات، يعني وين ما تكونوا خوتنا نجيبوا لكم لا شومبر ونركبوها لكم وتخلصوا في داركم، توجور حاجة بلا غارونتي. هذا من جهة، من جهة أخرى حبيت نبروبوزي لكم لو باك دي 30 اللي دايرته أثاث الثقة اللي فيه مطلع دي 30 سومي كوفري بوف بورتمونتو زوج مخايد ومسند، هذوما كامل ب 4,000,000 خوتنا. اللي حاب يحجز اللي حاب يتصل الارقام راهي ظاهره في اسفل الشاشه. نتمنى تكون هذه لاشومبر عجبتكم، كان معكم الاخ عبد الرزاق، تلاقوا في فيديو واحد اخر وبث مباشر واحد اخر، والان نخليكم مع الاخ امس دي اللي راح يشرح لكم لابليكاسيون واللي راح تساعدكم اقتناء الاثاث من محلكم اثاث ثقه خوتنا. جبنا لكم ابليكاسيون مالكم، فقط تروحوا للبلاي ستور، تروحوا في لا ريشيرش تكتبوا مابل دو كونفيونس، راح يخرج لكم التطبيق تاعنا كيما راكم تشوفوا، تنستاليوه وتحملوه في الهاتف النقال تاعكم كيما راكم تلاحظوا. لا ضي تاعو ما راهيش بيرا معناتها يطلع بالخفق. بعد ما تحملوا التطبيق خاوتنا تروحوا تدخلوا ليه، راح تقابلكم هذا الواجهه، يعني في هذه الواجهه كيما راكم تشوفوا راح يخرجوا لكم كامل الكاتيجوري، لي صالون، غرف النوم، غرف الاحذيه خاوتنا، لي بورتشوسير، لي طاطاتات، لي غاردروب خاوتنا، يعني حتلقاو كامل لي كاتيجوري هكا باش تسهل لكم. حنا نقولوا حبينا خاوتنا نكومونديو لو صالون ماسيليا، كي يخرج لكم ما عليكم غير تكليكيو عليه، ومن بعد راح يجيبكم لهذا الواجهه خاوتنا، تقدروا تكليكيو في هذاك المربع باش تشوفوا لي ديتاي بيان، يعني تكبروا الصوره خاوتنا هكا باش تشوفوا التفاصيل تاع الصالون تاعكم. بعد ما تشوفوا كامل صور خاوتنا ويعجبكم مالكم غير تهبطوا لتحت، وكما راكم تشوفوا تزيدوا تلقاو السعر تاعو مواصفات الصالون، لا ديسكريبسيون راح تلقاو فيها كل شيء، من بعد مالكم غير تكليكيو على اضيف الى السله، من بعد خاوتنا تطلعوا الفوق راح تلقاو يعني السله تاعكم، تضغطوا عليها راح تخرج لكم يعني
يعني كامل على وجه درتو اضيف الى سله خاوتنا، من بعد تكليكيو في تاكيد الطلب، من بعد راح يخرج لكم هذا لو فورمولير ما عليكم غير تملؤوه خاوتنا، يعني لقب، الاسم، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، العنوان، الولايه، البلديه. من بعد خاوتنا راح يقول لكم يعني شحال سقام لكم كل شيء، يعني اذا اقتنيتوا اكثر من موديل واحد راح يقول لكم كامل الاسعار تاعهم والمجموع تاع السعر. من بعد تكليكيو على اتمام الطلب، بعد ما تكملوا الطلبيه تاعكم راح يتصل بكم طاقم اثاث ثقه خاوتنا وتزيدوا نيغوسيو على البري. ثاني كان حاجه اخرى يعني حتستفادوا بها في هذا التطبيق، يعني نقولوا بلي في اللايف راكم شفتوا لو سالون فيتو حبيتوا تشوفوا الصور تاعو، ما عليكم غير تروحوا للتطبيق تكليكيو على هذوك ثلاثه الخطوط خاوتنا، راح تخرج لكم يعني هذه الخانه في الريسيرش، راح تكتبوا اسم صالون كيما احنا سيينا مع لو سالون فيتو وراح يخرج لكم الصالون تاعكم. ونزيدو نقولوا لكم لي بري لي نون في السيت ما راهمش فيكس، يعني بعد ما ديروا الطلبيه تاعكم راح يتصل بكم محل اثاث ثقه وزيد راح يديروا لكم دي بروموسيون عامي خاوتنا اللي يشري من التطبيق تاعنا او من الموقع الرسمي www.mabledeconfiance.dz راح يتحصل بتخفيض على كل موديل دار طلبية عليه خاوتنا. شكرا على متابعة الفيديو، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وبعد الكلام سلام.